تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سير الأعمال في مشروع المصرية للتكرير بمنطقة مسترد كأحد أهم المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها، وذلك في إطار برنامج عمل الوزارة لزيادة الطاقة التكريرية وتطوير معامل التكرير القائمة، وكذلك تعظيم إنتاج مصر من المنتجات البترولية عالية القيمة كالسولار والبنزين عالي الأكتين والبوتاجاز. استمراراً لجولاته الميدانية بمواقع العمل والإنتاج البترولي، تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تقدم الأعمال في مشروع المصرية للتكرير بمنطقة مسترد أحد أهم المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها، وذلك في إطار برنامج عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الطاقة التكريرية وتطوير معامل التكرير القائمة وتعظيم إنتاج مصر من المنتجات البترولية عالية القيمة كالسولار والبنزين عالي الأكتين والبوتاجاز. الشركة المصرية للتكرير هي أحد المشروعات الكبيرة في مسترد، يعني في القاهرة الكبرى، وأحد المشروعات المهمة لأعمال إزاي بنسد الفجوة ما بين الإنتاج المحلي وما بين ما نقوم باستيراده من أجل السوق، توفير استهلاك السوق المحلي. المصرية للتكرير من المشروعات الكبيرة اللي هتضيف في حدود 4.5 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية عالية القيمة. يعني عالية القيمة يعني بنتكلم على بنزين، بنتكلم على سولار، بنتكلم على وقود نفاثات. المشروع يعد واحدا من أهم مشروعات تكرير البترول في مصر وأفريقيا، ويطبق أحدث التكنولوجيات في مجال صناعة التكرير. الشراكة ما بين القطاع الخاص وهيئة البترول في تنفيذ هذا المشروع هو نموذج يحتذى، ونموذج ناس كتير قوي بتبص له من بره علشان إعادة تكرار مثل هذا النموذج. شراكة قطاع عام حكومة مع قطاع خاص في تمويل مشروع كبير بالمنظر ده، تكلفة تقديرية 4.3 مليار دولار. النهاردة تقدم الأعمال في الشركة المصرية للتكرير يتجاوز 99%، والحقيقة دي المراحل النهائية فيه، وبيتم دلوقتي عمل اختبارات مختلفة للوحدات الانتاجية والتحويلية المختلفة. والحقيقة الواحد فخور وسعيد جدا بهذا التقدم الكبير اللي هيضيف اضافة كبيرة قوي للاقتصاد القومي. إقامة مشروعات تكرير جديدة وتطوير وحدات التكرير القائمة أهداف واضحة تعمل عليها وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل رفع وزيادة طاقة التكرير. أحمد أبو علم، التلفزيون المصري.